close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. صباح الخير والجمال عليكم، أتمنى تكونوا بخير وأفضل حال يا رب. قلت ببدأ يومي من التميمي في نوع كيك أحبه، كذا جاء على بالي أفطر منه، بجيب أغراض البيت وباخذ من نوع الكيك ويلا خليني أوريكم الأشياء اللي أحبها من التميمي. أول شيء خلوني أروح عند الكيك اللي أحبه وأوريكم إياه. ترى سبق وقلت لكم إنه تميمي مخبوزاتهم مرة حلوة، سعرها ولذيذة طبعا. هنا كل أنواع الكيك أو الكب كيكس اللي تشوفونها مرة لذيذة يا بنات. شوفوا الكب كيك هذا العاد ساير ب7 ريال، في الأسود هذا النوع اللي أحبه، بس أحب الأبيض السادة، أبيض فانيليا. شو سعره؟ 6.95، مرة لذيذ كفطور عائلي. يعني إذا يوم تبون تفطرون كيك ما تبون تسوون شيء ثقيل كذا تعجبني بعض الأيام. خلني بس أدور النوع اللي أحبه بالفانيليا وأرجع لكم. انتبهوا أنتوا تشترونه يكون في نوع مو فانيليا، يكون نوع موز. انتبهوا. شوفوا عندهم بعد المعمول هذا ب15، يعني ب17 ريال. ما جربته بس كذا من طريق تحسه حلو، لأنه شوفوا من داخل كل حبة معمول متغلفة، يعجبني كذا. ورحت ثلاجات هناك في الشاورما اللي أخذتها قبل كم من يوم، ترى مرة لذيذة. رجعت أخذت منها بس أخذت من العثيم، كلهم في عروض بس العثيم أكبر عرض عندهم. شوفوها ب16.95. أخذت آخر مرة شيش طوق وأخذت دجاج شاورما عادي وإيطاليان، وكلها لذيذة كلها حلوة صراحة. حتى شيش طوق يحطوا لكم أعواد كذا على جنب متغلفة على جنب، لو حابين تحطونها في الأسياخ وتشونها، فأحسها حلوة. شوفوا مسوين عرض على الفيتنس هذه، حبتين 19 يعني ب20 ريال، تطلع لكم الحبة ب10 للي مهتمين أو يحبون الأنواع هذه. أنا مش كثير أحبها، لو اضطريت أكلها في نوع يكون نفس كذا عرفتوا، اللي أتوقع علبتها زرقاء تكون مكتوب عليها رشاقة شيء زي كذا، تكون ما فيها أي شيء سكر. فودي فول سوداني على عرض عندهم، بس أنا ماني مرة جيدة مع الفول السوداني، ما أحبه، أحس كذا ينشف في لساني، وعشان يكون ما ينشف في الفم لازم تحطون زبدة وتحطون مربى، وأحس تزيد السعرات الحرارية على الفاضي. بس هو كأكل أحس إنه يقولون إنه حلو وصحي، بس أنا ما أحبه. طب ما راح اخذ شوكليت ابدا، بس كذا جيت اخذ لكم جوله. تميمي ركن الكوكيز والشوكليت والبساكيت ما تجذبني كثير، ما احس انه ما ادري ليه. شوف هذا اللي يحبه على عرض 9.95، هذا مرة لذيذ، بس لو جبته ممكن أخلصه في يوم، مرة لذيذ. هو اللي عليه طبقة توفي كراميل بين البسكوت والشوكلت، في طبقة توفي بس مرة ثقيل. إذا مرة تاخذون خذوا الدارك، الدارك أحس إنه حبة حبتين خلاص تشبعون. هذا حلو يا بنات، ترى نوعا ما صحي هذا لو أنتم مهتمين بالدايت. هذا شوغر فري او زيرو، مره حلو طعمه لذيذ بعد. ان شاء الله اليومين الجايه راح انزلكم فيديو بس عن نظامي الغذائي. كثير بنات يسالوني انه ايش تسوي ما يزيد وزنك، كيف تحافظ على وزنك. ان شاء الله راح اقولكم في اشياء كذا بسيطه لو سويتوها حياتكم عمركم ما يجيكم سمنة أو وزن، ما راح تعانون من السمنة أبدا.
راح ظلوا في منطقة الرشاقة طول العمر. جيت قسم اللبن والحليب، راح أخذ لبن حليب زبادي. بروح الحين قسم الخبز البريد، مش معناته إني جيت أخذ بسكيت، ما بجيب أغراض البيت، بجيب كذا مقاضي ناقصة البيت. خليت حليب، زبدة، زبادي. شو عندهم؟ ألعاب أطفال، لو أحد على باله يأخذ ألعاب أطفال. بدي أخذ خبز بعد، أبي أخذ خبز تورتيلا للشاورما، بس ما أبي من الصغار، أبي من الكبيرة. هذه بأخذ من عندهم خضار، أخبارهم مرة حلو فريش. أخذت خضار، الحين بس بوزنهم. بس كذا أخذت الخضار والأشياء اللي أبيها، بروح أحاسب. ترى الكيك اللي أخذته كان آخر حبتين، هذه الأغراض اللي أخذتها. طبعا أخذت أغراض الأسبوع، حليبات، بسكيت، أجبان، زبدة كذا. بس كذا يلا على البيت اسوي الفطوره وفي كيكتي اللي نفسي فيه. خليني اجهز فطوري. تعرفون الايام اللي تبون تفطرون شيء معين، بس انا جايب على بالي افطر الكيك هذا. خليني اوريكم شكله. اخذت سنتين حبتين، هذه واحده باكلها، يعني مو اكلها كلها، يعني اقطعها تكون جاهزه لاي احد يبي يفطر منها. ترى مش بس انا، كلنا اهل البيت بالاخص شهودي تحب تفطر منها. ما نفطر منها دائما، بس بين فتره وفتره. بسم الله، خلي اقطعها وخلي كذا شريحه حلوه. بسم الله، في منها شوكليت، في منها بالموز اتوقع. تاكدوا انتوا تشترونها، اللي بالموز تشبه اللي بالفانيليا بس طعمه استغفر الله مو حلو. انا عن نفسي ما افضل الاشياء اللي تكون بالموز. احط لي قطعتين، ترى قطعتين كفايه، جدا لذيذ. اذا كثرتوا اكثر من قطعتين ما يصير حلو. خليني اجهز لي شاهي وياه الكيك. عندي انا شاهي، ما ادري انتم ايش جوكم، بس انا مبدئيا كيك شاهي. كيك اللي زي كذا، حتى كيك الحفلات، الكيك اللي يعني بكريمه وكذا، احب بعد شاهي يكون. يكون طعم لذيذ كذا، تستمتعون تشربونه، ما يكون اسود. الكوب كذا يصير بطولي جاهز. ترى البريكفاست كذا لونه ما يغمق كثير عكس الشاهي الأحمر. وبس والله باخذ فطوري وأرجع على اللابتوب وأروق.지금 것도 시켜주세요.